ملاه. الحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيل. ربنا ائذن لنا في النهوض بالدعوة إلى الدعوة التعريف بك يا كريم، والدعوة إلى كلامك العزيز، والدعوة إلى تعريف من هو محمد عليه الصلاة والسلام. اللي قلنا البارح اللي يدعون الإسلام وأغلبهم بهذه الحال، أختي تسأل تلك سؤال: هل تعرف محمد ابن عبد الله الهاشمي؟ هذا شخصية تاريخية، والله ممكن قريت القصة هذا، وكل حد من عنده نغمة شيطانية تكشف حاله اللي وجاهل بالتمام ما يخص رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. عاد يقول مولانا في شأن سيدنا مريم عليه السلام، واذكر بكتاب مريم ميريام لا سانت لماكيولي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني اختارت الهروب إلى جهة الشرق. علاش؟ لأن محيطها من الآن بمن يدعون أنهم علماء الدين اليهودي، من هم أخطر الناس على الدين اليهودي. والأدلة كثيرة منها ما قاله سيدنا زكريا عليه السلام في أول هذه السورة ذاتها: طلب من الله أن يرزقه ابنا يرثه في خط الذود عن ما تبقى من بقايا اليهودية، لأنه يعرف العلماء ملأوا وأفسدوا المعبد، يعرفهم ألد الأعداء لما جاءت به اليهودية. نعود إن شاء الله تعالى. هلا أختي، مرحبا بأختي دائما. Thank you.